السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في حرف الواو. حرف الواو كما نراه يكتب بهذا الشكل ويشبك معه حرف آخر بهذا الشكل. طيب إذا جاء واو عليها فتحة، واو فتحة وا، واو عليها سكون واو، واو عليها ضمة وو، واو كسرة وي. طب إذا جاء مد بالألف يفتح حرف الواو يبقى وا، وإذا جاء مد بالواو أضم حرف الواو يبقى و، وإذا جاء مد بالياء يكسر حرف الواو يبقى وي. وهذا السؤال متروك للطالب، ضع خطا تحت حرف الواو. ولد، يروي، وسط، سطور، معروف، مسرور. أهداف الدرس التعرف على حرف الواو، والتعرف على كتابة حرف الواو جيدا، والتعرف على حرف الواو الممدود. وبكده نكون قد انتهينا من درسنا، على وعد بلقاء قدر لنا البقاء واللقاء مع نفهم نتعلم ببساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.